في قوله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا لهم منها حبا فمنه يأكلون. الآية بداية سيد الدكتور فاضل، ارتباط هذه الآية الكريمة بالآيات قبلها ماذا عنه؟ وقبل هذه الآية: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم، وهكذا تمام. إذن هو ذكر الحشر في الآية السابقة، الحشر محضرون. صح، محضرين. نعم، محضرون. فالآن هو ذكر الدليل على الحشر. الدليل على الحشر ما الأرض الميتة، أحييناها وأخرجنا منها حبا، وكأنه يضرب مثلا مثلا على هذا، لأنه أحيانا يستدل بالأرض، كذلك أحيي الله الموتى يذكر أحيانا، فيستدل بالأرض الميتة وأحياءها على الحشر. باعتبار أن الناس شاهدوها ويعرفونها. فعندما قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، زين، آية لهم، يعني دليل من المشاهد، علامة، دليل أن الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وهي ميتة. نعم، فكانت في سياقها أنه أن هذا بمقدوره سبحانه وتعالى. نعم، هذا. ولهذا قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. كذلك يخرج الله الموتى، يعني يخرج الله سبحانه، كيف يخرجهم؟ يعني كما أخرج الذي قادر على إحياء الأرض بعد موتها، قادر على إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فيها دلائل، يعني ليست فقط على توحيد الله، سواء قدرته البالغة و نعم رحمته، يعني ذكر جملة أمور تنفع هذه منها. طب في قوله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون، هل لهم خاصة أم للكل؟ وآية لهم، لا، هي ليست، يعني هي عامة لكل منكر، اللي يعني لكفار قريش ومن ينكر الحشر ولكل منكر. هذا أمر عقلي، ما تخصهم هي وحدهم، لعقول، يعني هي أول لعموم العقلاء من خلق الله. آية للخلق، هي لكل عاقل. نعم. ثم هي أيضا آية لمن ينكر الحياة بعد الموت، سواء كان من هؤلاء أو من غيرهم. آية لهم، ذكر لهم هذه الآية. نعم، يعني ليس لهم تحديدا، لا ليس، لكن قد بالقرآن: وآيات لهم الأرض الميت، فهي عموم وشمول للجميع، لكن ليست خاصة به، ليست خاصة به. لو قدر طب في وآية لهم الأرض الميتة، يعني من خلال معرفتنا المتواضعة بالنحو مثلا، أنه لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ معرفة، لا بمسوغ، لأنه قدم الخبر عن المبتدأ. أقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم تفد كعند زيد النابرة، إذا أفادت. هو الكلام على العلامات الدالة على قدرته. أيوة، نعم. وليس على الأرض. الأرض يسيقت في قياس كأنها آية من الآيات. نعم. ليس كلامه على الأرض نفسها، وإنما على الآيات الدالة. لذلك حتى بعدها ساق الليل والنهار. يعني هو لما قال: وآية له الأرض، لهم الأرض، وقال بعدها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. سليم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. هو الكلام على الآيات والعلامات. نعم. ليس على الأرض. سليم. فقدم الآية. أيوة، الكلام على الآية، الاهتمام بالآية، ليس على، لأن بعدها قال: آية لهم الليل، قالوا: آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم. فإذا الكلام على الآيات الدالة على قدرته وعلى المقصود. نعم، سليم. فقدم يعني. هنا في الآية أيضا، يعني ما زلت مع صدر الآية الكريمة: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. آية لهم الأرض الميتة أحييناها. في غير ما موضع من القرآن الكريم مثلا: هذه ناقة الله لكم آية، قال رب اجعل لي آية. فلماذا اختلف التركيب هنا عن هنا؟ يعني لماذا لم يقل لهم آية؟ الأرض لهم الأرض الميتة آية. يعني يؤخر آية، لماذا صدر آية وآية لهم الأرض الميتة، مع أنه أخرها في الآية؟ وقدم الجار والمجرور. وقدم الجار والمجرور، نعم. هو لو قدم يعني لهم الأرض، كان الآية تخصهم وحدهم، ليست لغيرهم. بينما لو الآية: هذه ناقة الله لكم آية. نعم. هذه خاصة بقوم صالح، ليست لغيرهم.
لكم آية ليست لغيرهم، تحديدا لقوم معين. يعني سليم، ليست لغيرهم صح، هي إذا خاصة بهم. حتى رب اجعل لي آية، يعني هو لأنه طلب آية خاصة به تحديدا. قال آياتك ألا تكلم طبعا الناس. ليست هذه مثل الأرض، هي الأرض مثل، ليس لهم خاصة به، ليس كناقة صالحة لتخصى القوم. الله أكبر. صح، أحسنت. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. لماذا بدأ بالحب ثم ذكر الجنات من النخيل والأعنب؟ قال سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات. وبدأ بالحب لأن طعام الإنسان يعني هو قوت البشر الحب. يعني الناس من دون الحب جياع. صحيح، ليس يعني مثل الجنات من النخيل والأعناب وما إلى ذلك، ذيك مرحلة أخرى. يعني بدأ بما هو أهم. الناس هو الحب. ما هو الحب؟ عموم ما يؤكل، يعني الحنطة والشعير والرز، وهذا الحب. هذا مهم في حياة الإنسان، وحياة الإنسان هم يقولون قائمة على الحب. مو هكذا؟ صحيح. الناس من دونه جياع. وجنات نخيل وأعناب، هذه فواكه، يعني فواكه تأتي بعده. فقال فمنه يأكلون، حتى هو قدم منه يأكلون، لم يأكل يأكل يأكلون منه لأهمية الحب، كأنما الأكل الآخر كل ثانوي بالنسبة لهذا الأكل. يعني أنت هو لو قال فمنه يأكلون غير يأكلون منه، طبعا هذا فيه اهتمام أكبر بالله. فمنه يأكلون ماذا؟ على ما يعني كأنما هو الغذاء الرئيسي في الأكل والقوت منه. يأكلون منه، منه ومن غيره. يعني لكن هذا هو الأمر الأول الأساسي، كأنه لا قوت غيره. نعم. إذا ذهب هذا الحد ذهب القوت، والناس وقعوا في مجاعة. نعم، جميل. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب. الملاحظ هنا سيدي أنه قدم سبحانه وتعالى النخيل على الأعنب، أو النخيل على الأعنب، مع أنه في مكان آخر في مثل سورة عبسة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة الآية. يعني أيضا عكس الترتيب، كما في الرعد أيضا وفي الأرض قطع المتجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فلماذا اختلف الترتيب عن الرعد وعبس عنه في سورة ياسين؟ ولو نظرنا في آية ياسين هذه، نعم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، نعم، أفلا يشكرون. هو المقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر الآن وليس الثمر هنا في ما ورد في ياسين. المقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر، شجر النخيل شجر الأعناب ليس الثمر. لا، لأن قال ليأكلوا من ثمره، يعني المراد هنا الشجر. مو هكذا؟ ليأكلوا من ثمره. وجعلنا فيها جنات من يعني نخيل وأعناب. قال ليأكلوا، يعني هنا لينصرف ذهننا إلى النخيل والأعناب في حد ذاته. وقال جنات، الجنات إيش هي؟ الشجر. خلاص، إذا هو قال جنات وجعلنا فيها جنات، جنات إيش هي؟ شجر ولا شجر أثمار؟ أشجار. أشجار، نعم. فإذا هو الآن ذكر الشجر الآن. صحيح. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، ثم قال ليأكلوا من ثمره. ثمر من؟ غير ثمر هذه النخيل والأعناب. مو هكذا؟ إذا الآن الآن لم يذكر اللي هو الفاكهة نفسها، وإنما ذكر الأشجار الجنات. قدم النخيل على الأعناب في ما تفضلت في هذه الآية، جنات من نخيل وأعناب. وأعناب إذا كان شجر فلا شك أن شجرة النخيل هي يعني أهم من شجرة العنب. العنب كلها، النخيل كلها فائدة. النخيل شجرة النخيل ليس فيها شيء يرمى، كلها يصنع منها شيء ويستفيد منها. صحيح. السعف والليف والما يحصل والجذع كله شجرة العنب. إيش هي؟ ما لا تفعل؟ صعب، لا شيء. لا شيء، كذا. صحيح. زين. فإذن أي الأفضل، شجرة النخيل ولا شجرة العنب؟ النخيل. زين، هذا أمر. نأتي الآن إلى ما ذكرت من سورة عبس. وماذا قال في عبس؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه.
أنا صببنا طعام، طعام. ليس جنات، طعام، الطعام. إذا ما دار الكلام في عبس على الطعام. مو هكذا؟ سليم. أنا صببنا الماء صب. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا. هذا كله طعام. والعنب، من العنب العنب، العنب. لاحظ القرآن لم يذكر شجرة العنب مطلقا. عجيب. لا، شجرة اسمها الكرمة لم يذكرها. ذكر العنب لأشياء الشجرة ليست فيها فائدة كثيرة فيذكرها باسم الفاكهة. النخل لا، النخل لا يذكر الثمر، يذكر الشجرة، لأن الشجرة فيها فائدة كثيرة إضافة إلى الثمر. عجيب، جميل، هذه ملحوظة. عجيب. طيبة، طيبة ما شاء الله. نعم. فإذا هو طيب. الآن قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. مو هكذا؟ نعم. فذكر الحب والعنب والزيتون، ثم بدأ الآن بالأشجار ونخلا وحدائق. وحدائق غلبة. مو هكذا؟ صحيح. وفاكهة وأب. وأب. إذا الآن الترتيب اختلف والأهمية اختلفت. صح. والآن قال إلى طعامه، فذكر الأطعمة أولا. ثم ذكر الشجر بعده. إذا الأمر اختلف عن ما في ياسين. حتى الترتيب يعني تلاحظه في 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 عبس اختلف. يعني ايش؟ ذكر الحب، الحب هو أكثر شيء. سليم. العنب، العنب يأتي بعده في الكثرة. صح. الزيتون أقل من العنب. صح. العنب منتشر أكثر. سليم. صحيح. زين. النخل، النخل أقل من العنب والزيتون، أماكن أقل. مو هكذا؟ نعم. التمر، التمر ليس بكثرة العنب ولا الزيتون. صحيح. إلى يعني إلى طبيعة خاصة في جو الأرض. إذا الآن هنا أمران. الأمر الأول كونه بدأ بالطعام فقدم الأطعمة. الأمر الثاني ما يتعلق بالكثرة قدم ما هو قدم أكثر. الكثير. إذا من ناحيتين هو صار التقديم في عبس اختلف. فهمني. صح. من ناحيتين. جيد. من ناحية الكثرة ومن ناحية كون طعام وغير طعام. نعم. الآن نأتي إلى الآية الأخرى اللي ذكرتها في الرعد. نعم. وهي قول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. نعم. وزرع ونخيل. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. زين. الآن هو ذكر التجاور الآن. في الأرض قطع المتجاورات. نعم. مو هكذا؟ صحيح. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان. الآن بدأ بالتجاور إلى أقرب المتجاور. ذكر جنات من أعناب. مو هكذا؟ سليم. جنات من أعناب. من أعناب. زرع. الزرع متجاور أكثر من أشجار الفاكهة. لا يحتاج إلى. وجنات العنب ليس شجر العنب ليس زرع؟ أم يقصد هنا لا الزرع الحشائش. الحشائش في هذا. أي الأقرب؟ شجرة الفاكهة ينبغي أن يكون مسافة بينها حتى تأتي ثمر. صحيح. الزرع لا يحتاج إلى مثل هذا. الزرع يعني متقارب جدا. ولا لا؟ لا، حضرتك تقارن بين الأعناب والنخيل الآن. ففصل بينهما بالزرع. لا، هو الآن نأتي للتجاور، كله راح أتي يعني. طيب، راح أتي للتجاور كيف نسميه؟ طيب تفضل سيدي. أي المتجاور أكثر، الزرع ولا النخيل ولا الجنات؟ العنب. الزرع متجاور أكثر. ذكر المتجاور. نعم سليم. الآن نأتي للنخل. طيب. صنوان، صنوان هو صنوان يعني فسائل تخرج من نبتة واحدة. هاي الصنوان. وصنوان المفرد أم مثنى أم ماذا؟ جمع، جمع. هو صنو، صنو مفرد. يثنى صنوان و ويجمع صنوان. اذا صنوان مثنى وجمع. مثنى ولا، لكن بالاعراب يختلف. نقول صنوان وصنوين بالمثنى. طب في الجمع؟ صنوان، صنوانا بالتنوين. اي صنوان، لان هذا مثنى يعني يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. مثنى. سليم. خذ صنوان صنويني. رايت صنويني اثنين. طيب. رأيت صنوانا جماعة. مثل نفس الشكل قنوان، نفس الشكل صنوان وقنوان نفس الشيء أيضا مثنى وجمع. مثنى لكن يختلف علامات الإعراب.
لما طب هنا مثنى ام جمع؟ صنوان وغير صنوان ان شاء الله صنوين. هذا جمع. جمع. صنوان اذا جمع. طبعا. وغير طيب. صنوان جمع. صنوان هو الصنوان ايش هو هذا؟ الذي النخل الصنوان هو الذي يخرج الفسائل التي تخرج من اصل الشجره. شو متشابها؟ الصنو متشابه؟ هو في الاصل هكذا لكن النخل الصنوان هو الفسائل التي تخرج من شجره واحده. سليم. تخرج من اصل الشجره. سليم. اي اقرب من مذكورين تجاور. نخيل صنوان وغير خلاص اذا هو ترتبها هكذا. العنب ابعدها يحتاج الى مسافه اطول. الزرع يحتاج مسافه اقل، الصنوان من الشجره واحد اقرب شيء. جيد. يعني هنا جيد. هنا ما يتعلق بالتجاور. نعم. هناك ما يتعلق بالاطعمه والكثره. صح. عندما تبحث في امور البيان والبلاغه تنظر الى هذا. مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نعم. هذا. أما إذا مجرد معنى هكذا يعني كلمات ورصف أشياء. جيد. طب من هذا المنطلق في قوله تبارك وتعالى هو يتكلم ربنا عز وجل عن الحب قال فمنه يأكلون. حينما تكلم عن الثمر الجنات قال ليأكلوا من ثمره. فيعني كيف نفهم هذا وذاك؟ هو الناس يأكلون من الحب على وجه الدوام ولا لا؟ صحيح. مو هكذا؟ صحيح. يأكلون هذا مستمر هم أكلهم منه. نعم. يومية ما تأكل عيش خبز؟ ناكل. تأكل رز؟ أنا تحديدا آكل يعني. مو هكذا؟ نعم. والرز وما إلى ذلك. مو هكذا؟ نعم. إذن الأكل مستمر منه يأكلون. لكن الفاكهة قال ليأكلوا من ثمره. مو يأكلوا مستمرين. هذا لا الفاكهة لها أوقات لها أزمنة. وليس كل الناس يأكلون الفاكهة دائما. صح. ولو قال من ثمره يأكلون. لا هذا فتفاه قصر. يصير غير شكل لا المعنى لا يصح أصلا. لكن لما يعني ناكل فاكهة باستمرار صباحا. لا لكن ما تقول من ثمره يأكلون المعنى أنت ما راح تأكل شيء آخر غيره. الله أكبر هذا في اللغة من حيث اللغة. طبعا. جميل جميل. طب هنا سبحانه وتعالى ربنا سيد الدكتور فاضل يعني ذكر تفجير العيون بعد الحب والفاكهة يعني أليس الماء سابقا لهم وفجرنا فيها من العيون التفجير أولا ثم الحب والفاكهة. الحب لا يحتاج إلى العيون لا يحتاج إلى ماء مستديم يكفيه ماء السحاب يكفيه المطر. صح. هل ضروري ان هنالك عيون؟ لا لا. لا لا ليس شرطا يعني. الجنات هي اللي تحتاج الى ماء مستديم. صحيح. لازم هناك ماء مستديم. نعم. اذا الحب لا يحتاج الى هذا تضع بعد ليس سواء هذه الامور. الجنات يعني امر والحب شيء امر اخر. هو اولا لاحظ هو قدم المطعوم على المشروب. مو هكذا؟ يعني نعم. هو قدم ما يؤكل الحب ومنه ياكلون وبعدين ذكر الماء. مو هكذا؟ نعم. مو هكذا يعني؟ يعني ذكر ما يؤكل ثم ذكر ما يتعلق فجرناه فيها من العيون. نعم. وهذا لان اولا الحصول على الطعام اعسر. الحصول على الطعام أعسر صعب يعني. أصعب. نعم. الماء أنت تروح على النهر كما تشاء ما حد يقول لك ماذا تفعل. صح. لكن الطعام يعني يحتاج إلى جهد والحصول عليه عسير. صح. وهكذا وربنا سبحانه وتعالى يعني رتب الأمور وجعلها بكثرة يعني خلقها بحسب حاجة الإنسان. أكثر ما يحتاج الإنسان إلى الهواء دقائق ما يستطيع سليم. لكن تتحصل عليه من دون ذهاب إلى مصدر الهواء. الهواء موجود عندك عند جميل صح يعني في مكانك. ربك خلق لك أجهزة تستقبل الهواء وأنت لا تعلم وأنت لا تشعر. نعم. أينما تذهب مو هكذا؟ صحيح. الماء لا تذهب إلى الماء حتى تشرب. ونحتاج إليه أيضا يعني ما نستطيع الجلوس فترة طويلة بدون ماء. لكن مثل الهواء
لا تستطيع الصوم يوم كامل انت. صحيح. لكن ما تستطيع الصوم عن الهواء يوم. دقائق ولا ما يوم. نعم صحيح. إذن الماء تحتاج أن تذهب إليه. وإذا سافرت تأخذ معك ماء. لكن لا تأخذ معك هواء. صح. وهكذا كان مشكلة هاي. سليم. ويعني ربنا هكذا الطعام يعني إحنا نصبر عليه أكثر ما نصبر على الماء. قسم على الماء على الطعام أيام يصبرون. صح. فجعل أقل. يعني ممكن أن يجوع الإنسان لكن ليس من السهل أن يعطش كثير. ليس بمقدر نفس القدر هذا. صح. فإذن الماء يعني الطعام الحصول عليه أعسر. وهكذا ولذلك نعم. ربنا سبحانه وتعالى حيث اجتمع قدم الطعام في القرآن الكريم. حيث اجتمع الطعام والماء قدم الطعام لصعوبة الحصول عليه. من طبعا مثل ماذا يا دكتور قل لي مثل يعني مثل قال مثلا. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا قدم الأكل الذي هو يطعمني ويسقي. سليم. وهكذا صح. يعني رحب أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وعدها فرأيتم الماء الذي تشربون. وهكذا صح. حيث اجتمع يقدم الطعام لصعوبة الحصول عليه ومهم جدا لأن يعني أنت تدخر للشتاء تدخر الطعام تدخر الشيء نعم مهم. فالمنة عليه صير كبيرة. ثم لاحظ هو السياق أليس في إحياء الموتى وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها بعدين تأتي هذه الآية صحيح زين. طبعا هو الأرض الميتة وإحياءها وإخراج الجنات هذا دليل على جعل دليل على الحشر مو هكذا سليم لم أحضروا ثم ذكرها نعم مو هكذا زين. تفجير العيون ليس في هذا الدليل فبدأ ما هو يعني ما هو مناسب للسياق لا حقيقة هنالك أمر يعني هو ما هو ذكر العيون ذكرها لكن هو ماذا قال وفجرنا فيها من العيون وهكذا قال نعم فجرنا فيها فيها وين يعني في الجنات أو في الأرض في الأرض أو في الجنات نعم وهكذا سليم إذا كان في الجنات معناه جنات سابقة سليم إذا أنت أخي طبيعي لما قالوا فجرنا فيها من العيون طب وإذا التفجير في الأرض أيضا الأرض أسبق من الجنات ما لها علاقة بالجنات هذه أينما صح العيون سواء في الجنات أو في غيرها سليم صح صحيح من كل ناحية التقديم هو المناسب مكانه ثم هو الماء هو السبب الأول ليست العيون السبب الأول في ماذا؟ في إخراج الحب والجنات يسقى ها لكن ليست العيون صح يعني الجنات في قسم كبير منها ليس فيها عيون تعتمد على ماء المطر مثلا وماء ساقي يعني من أي مكان آخر من أنهار وغيرها وليس بضرورة من العيون يعني إذن نفرق بين ذكر الماء وذكر العيون طبعا لا شيء إذا ذكر العيون يقصد شيئا معينا وإذا ذكر الماء يقصد شيئا آخر قد لا نقرن بين الاثنين ليس بالضرورة يعني قد تتفجر عيون في جنة بعد مدة زيادة في الخير يعني وقال ربنا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل من أعناب وعففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما أي صحيح ليس بالأخير بالأخير صحيح. خلالهما نهرا إذا ليس هناك ارتباط مكاني أو زمان بين الجنات وليس بالضرورة ليس مرتبطة فيها ولا مرتبطة لا بهكذا ليس مرتبط ثم أولا أقول لك الشائع في القرآن في التعبير القرآني إذا اجتمعت الجنات والعيون يقدم الجنات مثل يعني أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون قدم الجنات فأخرجناهم من جنات وعيون قدم الجنات كم تركوا من جنات وعيون قدم الجنات هو يقدم الماء عندما يذكر السبب الإنبات يقدم الماء لما يذكر السبب يقدم الماء نعم. يعني مثلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض
وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات. ماء، ما قال عيون، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشأنا لكم به، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. لما يجعل سبب يقدمه، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به حبة ونبات. لما يذكر يريد يذكر السبب الإنبات بالماء يقدمه، لأن هو السبب، من دون ماء لا تنتج. صح. أما كلمة عيون هكذا زيادة، حتى في الآخرة قدم الحب أيضا على النبات لنخرج به حبة ونبات وجنات الألفاف. لكن هناك سؤال لسيدي مثلا، إذا يعني بسيط، استطراد بسيط، إذا جاء الترتيب بهذه الوجهة لا تألون جهدا في تبرير هذا الترتيب، وإذا جاء بشكل مختلف أيضا تبررون هذا الشكل المختلف مع موضعه أيضا. طيب إحنا الآن نضعها في سياق، طيب، ونقول أنت أحكم. منطق، منطق جيد، يعني صح صح، نضعها في سياق. إذن هناك ليس منطق اللغة العربية فحسب هو المتحكم في السياق، لكن المنطق البشري عموما يعني هكذا. يعني جيد، يعني كثير من الأحيان يعني في التوكيد وغيره نذكر أمثلة، وإلا تغفر لي. أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من الخاسرين، نعم. في آية أخرى، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. في آية أخرى، لئن لم يرحمنا ربنا. يعني إلا تغفر لي ليس فيها توكيد، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيها توكيد. لئن لم يرحمنا، بدأ وبدأ بالله توكيد، ولنكونن من الخاسرين، توكيد وتوكيد، مو هكذا؟ يعني نبدأ في المنطق، لا يمكن أن نضع وحدة مكان وحدة. أيوة لا يمكن. صح. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني هو وعد أن ينجي وأهله، وهذا فهمها هكذا. قال وإلا تغفر، قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه. يعني هو سيدنا نوح معذرة يسأله لأنه قال وأهلك، فيسأله عن أهله، إيه الولد ابنه، الولد يعني هكذا. وإن طيب. وعدك الحق، أنت موعدتني. قال يا نوح ربنا إنه ليس من أهلك، وضح له المسألة أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وإذنه ليس له به علم، مو هكذا؟ نعم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سيدنا نوح هل فعل معصية؟ لا. نزل الآية الأخرى، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا قول آدم بعدما أكل الشجرة، ظلمنا أنفسنا. هو عصى له ولا لم يعصي؟ عصى، وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى. نعم. إذن اللي هنا يحتاج إلى توكيد طلب المغفرة. الله، جيد. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسران. على قدر المعصية. نعم ولا لا؟ سليم. الخسران على قدر المعصية. طيب، لئن لم تغفر لنا، هذا كلام بني إسرائيل عندما عبدوا العجل، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، هذا أكبر من الشرك. صح. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. المشرك أن تجعل لله ندا، يعني كفار قريش المشركين يقولون نعبدها لتقربنا إلى الله، وهكذا شفعاؤنا عند الله. نعم. طيب هذا إلهكم وإله موسى، هذا أكبر من الشرك، هذا أفظع، مو هكذا؟ صحيح. زين، فإذا الخسارة أكبر ولا لا؟ أكبر. الآن جاءوا بالقسم، لئن لم تغفر، لئن لم يرحمنا ربنا. يا الله، مو فقط هذا، يعني صار توكيد درجات، مو هكذا؟ خط بياني. نعم. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون خاسرين. ممكن أن نضع واحدة مكان واحدة منطقا؟ لا والله، لا يجوز. ثم هنا لاحظ، هو في في يعني الآيتين قدم المغفرة على الرحمة. نعم. قال وإلا تغفر لي وترحمني. صحيح. وأيضا وإن لم تغفر لنا، هنا قدم طلب الرحمة على المغفرة. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا،
لأن خشوا أن يطردهم من رحمته أصلا. الله، فأرادوا أن يكونوا في الرحمة ثم أولا أو مسألة ترتيب أولويات. طبعا لفتة طيبة، بارك الله فيك. إذا فينا القرآن حتى يخاطب المنطق العام، المنطق العام، منطق يعني هكذا، بارك الله فيك. صحيح. وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا هنا نجد فجرنا بها بالتضعيف، مع أنه قال في مكان آخر مثلا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، تفجر ولم تفجر بالتضعيف، فكيف نفهم الصيغتين؟ فعلت في ذي الكثرة، فعل، نعم، يعني من معانيها المشهورة الكثرة، نعم، غلقت الأبواب، مش أغلقت، إيه طبعا، يعني أبواب كثيرة، لأن أغلقت الباب، غلقت الباب ما تصير إلا إذا كان هناك عدة مغاليق، مغاليق في الباب، نعم، فتحت الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة. إذا فعلت في ذي الكثرة. هنا لما قال الآية اللي تفضلت بها حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، هو ينبوع واحد، واحد، نعم، فتفجر الأنهار، أنهار، وفجرنا فيها من العيون، مو هكذا؟ صحيح. زين، فجرنا الأرض عيونا، عيون، يعني جعل الأرض كلها عيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدر. فلا شك أنه يعني فجرنا يعني الكثرة.